قال الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذه الآيات العظيمة من هذه السورة الكريمة فيها موعظة من الله تعالى لعباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الإسراف مجاوزة الحد. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أسرفوا على أنفسهم في جانب الأوامر فخالفوها، وأسرفوا على أنفسهم في جانب النواهي فوقعوا فيها. وقال الإمام البغوي رحمه الله، وقد أخرج هذا الحديث الذي ذكره البغوي رحمه الله في مقدمة تفسيره لهذه الآيات، أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن ناسا من المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنما تدعو إليه حسن، وإنا نريد الدخول فيه، غير أننا قتلنا فأكثرنا، وأصبنا الزنا فأكثرنا، فهل تأمن لنا إن دخلنا فيه أن يكفر عنا هذا كله؟ فأنزل الله الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، تجاوزوا الحد في المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لذلك قال بعض أهل العلم: هذه أرجى آية في كتاب الله. يدعو الله العباد، ولا يقول الله تعالى في هذه الآية: قل يا أيها العصاة، ولم يقل قل يا أيها المجرمون، ولم يقل قل يا أيها الفاسقون، وإنما قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالعبد مهما فعل، مهما أذنب، مهما أخطأ، سواء أخطأ في الملأ أو في الخلاء، إذا تذكر عظمة الله تعالى وعلم أن الله قادر على أن يأخذه ولم يأخذه، قادر على أن يفضحه ومع ذلك ستره، قادر على أن يأخذ روحه وأن يلحقه بالدار الآخرة فيرى من أصناف العذاب ما يرى، ومع ذلك مهله سبحانه وتعالى وفتح له باب التوبة والرجوع إليه. لذلك جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم،
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فاستغفرني. ثم عاد العبد فأذنب مرة أخرى فأذنب فقال: اللهم اغفر لي. فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فاستغفرني. ثم عاد فأذنب العبد فقال: اللهم اغفر لي. فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فاستغفرني غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. فالواجب على العبد مهما وقع في الشر في هذه الحياة الدنيا أن يتوب إلى الله. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، الراهب العابد ولكنه يعبد الله بالجهل. فجاء إلى ذلك الراهب وقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال الراهب: لا. فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. فقال للعالم: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينه وبين التوبة، أي بينك وبين التوبة، ولكن أرضك أرض سوء، اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذهب وفي الطريق أدركته المنية فمات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط، قتل 100 نفس. وقالت ملائكة الرحمة: أتى تائبا مقبلا إلى الله تعالى. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة آدمي فاختصموا إليه، جعلوه بينهم حكما. فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما وجدتموه أقرب فهو لها، لأهل هذه الأرض، أي هو من أهلها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض الصلاح بشبر. قال النووي رحمه الله وفي رواية: نأى بصدره إلى أرض الصلاح قبل أن يموت. قال وفي رواية، أي في صحيح مسلم، قال: أوحى الله إلى هذه الأرض أن تباعدي إلى أرض الشر، وإلى هذه أن تقربي، تقاربي إلى أرض الصلاح. فأخذته ملائكة الرحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من هذه النصوص معاشر المؤمنين يعلم العبد سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما فعل ومهما وقع في الموبقات، ما دام أن روحه في جسدي فإن باب التوبة مفتوح. وإذا تاب العبد إلى الله فإن الله يحبه، كما قال جل وعلا في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا تاب العبد إلى الله تعالى فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات،
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل التائب إلى الله تعالى تستغفر له الملائكة وهو لا يعلم، قد لا يسمع استغفارهم ولا يشعر بهم. قال الله جل وعلا في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا أجمعين وأن يتغمدنا برحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، وبعد، قال الله جل وعلا عقب هذه الآية: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل، قال: وأنيبوا إلى ربكم، أقبلوا وارجعوا إلى ربكم. وأسلموا له، قال: أسلموا له بالتوحيد. هكذا في التفسير، أسلموا له بالتوحيد. إذا وحد العباد الله سبحانه وتعالى صرفوا له جميع العبادات، إذا أرادوا الدعاء صرفوه لله تعالى، لا يدعون غير الله، لا يلجؤون إلى الأموات ولا إلى الغائبين. قال الله تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الذي يموت ضعيف، لا يتوكل عليه ولا يلجأ إليه، وإنما يلجأ إلى الله تعالى. لذلك قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ابن كثير: الحي المتصف بالحياة، الحياة الكاملة، لم يسبقها فناء عدم، ولا يلحقها ولا يلحقها فناء، لم يسبقها عدم، هو الأول ليس قبله شيء، ولا يلحقها فناء، هو الآخر ليس بعده شيء. القيوم، قال ابن كثير رحمه الله، القائم بذاته لا يحتاج إلى غيره، القائم بشؤون عباده، يدبر أمرهم، يحيي ويميت، يرزق ويغني، يعافي ويشفي، يرحم ويغفر، يفرج الكرب، يهب الذرية، يحسن إلى المسيء والمحسن سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالعبد يدعو الله وحده. قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تتعجب أشد العجب من عبد فقير مسكين محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعرض عن ربه ويلجأ إلى عبد فقير مسكين مثله. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله
عباد أمثالكم، عبد مثلك عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أي عقل هذا الذي يملكه الذي يدعو غير الله تعالى؟ كيف يموت العبد فيغسل ويكفن ويرفع على الأكتاف ويذهب به إلى المقابر ويحفر له ذلك اللحد ويدخل في تلك الحفرة وتجعل من فوقه الحجارة والطين والتراب، ثم يذهب هذا إلى أقصى الأرض وتلم به مصيبة فيلجأ إلى ذلك الميت الذي دفنه بيده؟ أي عقل هذا؟ لذلك قال الله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، قال البغوي القرآن، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قال مجاهد أي في أمر الله، فرط في أمر الله في الدنيا. كم قرأ القرآن فخالفه، كم سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضرب عنها صفحة، كم أعرض عن المواعظ والآيات والأحاديث والآثار والنصوص. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. كثير من الناس يربط الهداية بالقدر فحسب، والمؤمن يؤمن بالقدر ومع ذلك يفعل السبب، كما أن العبد يؤمن بالقدر أن الله قدر له الغنى ومع ذلك يتخذ أسباب الغنى فيذهب إلى السوق وإلى العمل. فإذا اتخذ أسباب الغنى وهو يعلم أن الله قدر له الغنى بعد غناه، فلماذا لا يتخذ أسباب الهداية وهو يقول بقدر الله؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب، قال البغوي معاينة، ترى العذاب يؤتى بجهنم. في صحيح مسلم يؤتى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، الزمام السلسل، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لو تركت على أهل المحشر لأخذتهم. قال الله تعالى: تكاد تميز من الغيظ، تكاد تتقطع وتميز بين أهل الشر من أهل الخير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ولذلك الواجب على العبد أن يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن يقبل على الله، وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبصرنا من عمى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل جنة الفردوس مأوانا ودار قرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.